السلام عليكم الناس كل، ان شاء الله رمضانكم مبروك. حاب اقدم لكم روحي قبل كل شيء. انا فريد الاسترنخيرو من جروب دلاوخة اللي متكونه من 5 من الناس، لوكو بنت دراس سابي اي دي جي لايس اي دايس. انا فريد اللي غنى اغنيه لعبت في تركينا، غنى اغنيه ورقه تطير ضد الريح اللي برشا عباد يعرفوها في تونس. جيت انا والجروب نتاعي يعني لهنا لتونس، عنا جمعه وشوي يعني باش نعملوا تور لهنا في تونس، اما التنظيم يعني كان حاجه خايبه على الاخر، فهمني، في بنزرت وفي الزهره يعني حاجات تسخف ياسر، فهمني، ماتريال حاله الماتريال جيروتار يعني نورمالمون الماتريال يبدا راكب من العشيه غادي 9:30 يلزمهم يحلوا البيبان، احنا 10:30 مازلنا نجربوا في الميكروويف، وهذه بصراحه حاجه تسخف يعني حاجه تضحك. في الظهر احنا نعمل في البروبا نتاع الصون، خرج لنا الجار في فوطه قال لنا نقصوا من الحس، وما فما حتى مسؤول يعني باش يخرج يحكي معاه. هذيك جاوا المسؤولين من بعد اللي هما المدير نتاع المهرجان ومعاه ناس اخرين، وقفوا سلموا عليا، سلمت عليهم، قال لي راني كنت نصلي، ما عندي ما نحكي معاه، كنت نصلي، عارفين اللي تمشي تصلي ما نخلي واحد ما يصليش، يخلي واحد باش يتلاها بالمسرح يعني، حتى باش يجي انسان باش يتكلم يخرج الانسان مسؤول يحكي معاه. يعني والماتريال يعني الخيوط نتاع الميكروويف نتاع الواحد يلحموا فيهم غادي في وسان يعني يعني حاجه ما تشرفش، ما تشرفش بصراحه، بكل صراحه حاجه ما تشرفش. 10 سنين نخدم في اسبانيا ما صارليش هذا الشيء هذا. كي جيت لتونس يعني وجيت مع الجروب نتاعي حبيت نقدم العرض نتاعي يعني لتونس وللتوانسه، يا اخي على غالب جديد ان شاء الله بقدرة ربي على قليله كي جينا هنا وما عملناش الحفلات هكا ربحنا الوقت هذاك وصورنا زوز فيديوهات اللي هما اغنيه بتاعي انا وحدي سولو واغنيه بتاع واحد اخر زاد اللي هو لوكو بنت دراس، وان شاء الله بقدرة ربي دوما نرجعوا لاسبانيا نصوروا فيديو اخر، وبقدرة ربي ماكسيموم شهر ونص يهبطوا الفيديوهات ومع الالبوم الجديد هذا اللي هو يعني سجلناه وحاضر ان شاء الله في نوفمبر يخرج بحول الله. هنا في الراب بديت من التسعينات في تونس، كانت عندي جروب اسمها فيلوزوف يعني، وكانت زاد فما اولاد بلاد وتيمان اليوم موجودين يعني من التسعينات، وحاولنا يعني باش نعملوا راب في تونس، فهمني، في الفتره هذيك يعني في التسعينات نعملوا في الراب يخزرونا كيف مهبله، فهمني، يقولك شبه خارجين من عقولتهم. حسيت ما جربت حاولت تجريد مشيت للاذاعه اللي هي تولى السموها هي الوطنيه مش عارف ايش اسمها، فهمني، ومشيت وقتها نذكرها خرجنا اغنيه انا وصاحبي هذا من الجروب اسمه كريم الباجابوندو، خرجنا اغنيه اسمها نرجع سنين التالي يعني ما فيها حتى شيء خايب، جزت فيها كلمة حاكم ومشاكل، فهمني، مشينا حبينا نقدموها على ذيك الإذاعة وربطوا هنا قالوا لنا خاطر فيها كلمة مشاكل وحاكم، فهمني، هذايا في البداية. وكاو يعني جربت حظي في تونس في التسعينات ما نجمتش، وليت على ذيك هاجرت خرجت لبرا يعني شوي من الظروف المادية وشوي من الظروف العائلية وشوي زاد اللي هي الموسيقى يعني شفت يعني الطريق هنا مسدود. حاولت خرجت لبرا وبديت نبني من الاول جديد، والحمد لله لبرا يعني نجحت وعملت اسم وعملت جروب باهي والحمد لله يا ربي.